مشاهدينا، يقطع رسميا تأشيرة التأهل إلى الدور نصف النهائي بعد تعادله اليوم سلبيا مع فريق الوداد الرياضي المغربي في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء. مباراة كانت قمة في الإثارة، مباراة كانت قمة في الروعة. ضغط فريق الوداد بكل ما أوتي من قوة، ولكن تألق دفاع فريق وفاق الصيف وحارسه المتميز زوبا حال دون إحراز فريق الوداد لأي أهداف في هذه المباراة. وحامل اللقب يودع البطولة رسميا فريق الوداد. أرد لك طبعا للعملاق المغربي الكبير الذي قدم مردود طيب للغاية في هذه البطولة، ولكن اليوم عدم القدرة على التسجيل. مبروك لفريق وفاق الصيف الجزائري هذا التأهل إلى الدور نصف النهائي. طبعا شكرا للزميلين جواد بدة وحفيظ دراجي معلق هذه المباراة. أعود للتحليل مع الكابتن طبعا عبد الكريم بيرة، كابتن ربيع العفوي. كابتن عبد الكريم، مبروك لفريق وفاق الصيف هذا التأهل. تأهل أي نعم جاء بصعوبة في مباراة كانت أكثر من رائعة بين الفريقين، تحديدا فريق الوداد الضاغط، ولكن التأهل بتكتيك رشيد الطوسي، هل ترى أنه كان فكر حقيقي وفكر منطقي في شوط المباراة الثاني؟ نقول احنا بالغ نوعا ما ونشوفوا كرة القدم اختارت اليوم وفاق الصيف. صراحة لما نشوفوا حجم اللعب اللي قدمه الوداد من مستوى عالي، النجاعة الهجومية والفعالية هي اللي كانت خاصته، ولكن فريق الوفاق قبل كثير اللعب. زغبة اليوم يعني كان في مستوى كبير اليوم، ونجم لأنه ومحور دفاع خاصة بين بدران وربيعي كانوا يعني في مستوى كبير، أخطاء كثيرة. المدافعين الحضور الذهني كان خاصة من جهة رضواني وسط الميدان في أواخر 20 دقيقة الأخرى تلاشى التغيير اللي كان قل نوعا ما تفطل له خروج دخول ربيعي كان محور دفاع، كان محور وسط ميدان تقريبا كاليبر متقدم. المرتدات اللي كانت موجودة للوفاق حتى وكان ثلاثة ولا أربعة كانوا قادرين يستغلوها، كان فيها تفوق عددي. يعني لو نتكلموا بالمنطق الصراحة نقولوا أن الوداد يعني يستاهل يفوز اليوم، ولكن في من جانب آخر استراتيجية اللي وضعها الطوسي أتت بثمارها. طيب هو رجل هو رجل لعب بمنطق، يعني اللي تكسبه لعبه زي ما أقول، هو يلعب بطريقة الدفاع وأمن دفاعاته واستطاع أن يحصل على تأشيرة التأهل. هل هو مخطئ في هذا؟ أخ أحمد لا، ولكن لما نشوف حجم الهجوم عدة مرات توغلات اللي كانت على الأطراف حتى في المحور حتى تغييرات المدرب السكتيوي في خاصة بعد دخول تغزوي يعني غامر ولقى الحلول، لقى البينيات، لقى الممرات، لقى الفراغات. أنت لما تلعب بكتلة منخفضة يعني تقريبا للوراء المفروض المساحات الفراغ ما تكونش موجودة. اليوم فريق الوداد يعني عدة مرات المهاجمين كانوا مع الحارس، وعدة مرات كان فيه تفوق عددي في محور 3-2 4-2، ولعب كتلة ولعب يعني بعمق ولعب ثقل هجومي. عموما أنا نقول أهم شيء بالنسبة للوفاق هو تأهل، ولكن أنا نقول ضروري الوسطي طوسي يصحح بعض من الأخطاء اللي كانت موجودة، يعني الحالات تتكلم على نفسها. طيب هذه مقدمة من كابتن عبد الكريم بيرة ويعني الإشادة بأداء فريق الوداد كابتن ربيع، ولكن السؤال المهم، لماذا هذه الفرص السهلة الضائعة؟ بغض النظر عن تألق زوبة حارس مرمى فريق وفاق الصيف، بغض النظر عن تألق المدافعين كما تحدث كابتن عبد الكريم، بدران وربيعي ورضواني وفرحاني تألقوا في المباراة وتألق الحارس، لكن فرص سهلة للغاية، لماذا هذه الفرص السهلة تضيع؟ غياب توفيق. توفيق ولا تسرع؟ لا هو غياب ولا توفيق ولا رعونة؟ غياب توفيق، غياب توفيق. أعتقد بأن اليوم في مجال كرة القدم ولا في أي مجال أنت دائما يعني هناك نسبة كبيرة على مستوى أنك توفق أم لا. لاحظنا بأن فريق الوداد البيضاوي فعل كل شيء في هذه المباراة، مارس ضغط كبير على المنافس بشكل متواصل، تفوق في المواجهات الفردية، وكانت هناك قوة هجومية، تحصل على فرص، تنوع في التمرير، الاستحواذ الفعال من خلال اللعب المركب، يعني فعل كل ما يتطلبه كرة القدم. لكن غياب توفيق خاصة من جانب اللاعب جبور الذي كان الكل يعتمد على هذا اللاعب من أجل أنه يجسد ويستثمر المجهودات التي يقوم بها لاعب فريق الوداد. صراحة في رأي الشخص المتواضع لا لوم على فريق الوداد، هذه حال كرة القدم، في بعض الحالات يغيب التوفيق، لكن لا ننسى كذلك تألق هذا الحارس زغبا نعطيه حقه، هو نجم المباراة بطبيعة الحال، كذلك قلب الدفاع بدران وأربيعي في تبادل الخلف في بعض الحالات في آخر لحظة، وبالتالي أعتقد بأن للأسف فريق الوداد البيضاوي ممكن أن الخروج يكون خروج ممكن مر، لأن كانت المباراة بين يديه من خلال يعني معطيات خاصة الشوط الثاني،
لكن هذا حال كرة القدم. خروج الوداد أعتقد بأنه يبقى خروج كيفما كان الحال، خروج البطل وبسبب غياب التوفيق في هذه المباراة وضياع العديد من الفرص للتسجيل. طيب يعني طبعا هذه الفرص الضائعة وتألق زغبة حارس مرمى فريق وفاق الصيف الذي يعتبر رسميا هو نجم المباراة الأول بلا منافس، وهذا هو ويليام جبور الذي يعني طالبت الجماهير بوجوده في المباراة الأولى ولامت المدرب السكتيوي لماذا لم يلعب في المباراة السابقة فلقت عقيب. فكرتني في مسألة وهي فقط مفروض علينا دائما أن نتعامل يعني بمرونة وبعقلانية مع يعني مع بعض العناصر سواء كان جبور أو غير جبور، هما لاعبين جيدين مهاجمين جيدين، لكن في بعض الحالات الإصرار والكلام الكثير وتسليط الضوء على لاعب جبور أو غيره كما حدث في قبل مع شيكاتارا دائما صراحة هذا يعني يضر شيء أما يعني صورة الوداد البيضاوي، لأن كل لاعب قادر على أنه يصنع في الفارق في بعض الحالات، لكن كذلك أنه التوفيق يغيب واليوم جبور صراحة لم يوفق في هذه المباراة، وبالتالي الوداد البيضاوي يخرج يعني من يعني وليام جبور الروبي. يعني اليوم الجماهير كانت تنتظر منه الأفضل منه بطبيعة الحال، لأنه ولكن لم يقدم لأنه مهاجم جيد بكل تأكيد. الفترة التي قضاها مع الوداد البيضاوي في الموسم الذي تحصل فيه الوداد البيضاوي على الدوري كان هداف الدوري بامتياز، وبالتالي أكيد بأن آمال أنصار فريق الوداد البيضاوي كانت تنتظر هذا اللاعب، لكن للأسف تمركز دائما يكون صحيح، يكون متواجد دائما في الأوقات الجيدة وفي المراكز الجيدة، لكن كما قلنا يعني أنت دائما محتاج للتوفيق، التوفيق يخون يعني هذه المرة جبور وكذلك لاعبي فريق الوداد البيضاوي. بالفعل هو طبعا عملية عدم توفيق لويليام جبور ولاعبي فريق الوداد والفرص الكثيرة الضائعة في هذه المباراة. نتحول سريعا إلى ياسين معراج وردود الفعل بعد المباراة. ياسين تفضل. شكرا لك. مع ردود الافعال ابراهيم النقاش عميد الوداد نجوم الوداد صراحه في هذه المباراه. ابراهيم النقاش مباراه كانت صعبه، كانت ربما مباراه فخ على اساس نتيجه مباراه الذهاب، لكن تمكن في الاخير الصيف من تحقيق هذه البطاقه. هل انتم غير راضين على الاداء؟ والرساله توجهها للجمهور لان الوداد حمل لقب والجمهور كان ينتظر ما هو ابعد من دور ربع النهائي. صراحة أول حاجة تأسف للجماهير اللي جات باش تساندنا، جا هذا الإقصاء يعني ما كناش نتوقعوه، يعني جاونا فرص كثيرة كنا نسجلوا بهم أهداف كثيرة، يعني ما ترجموش الأهداف. وفاق سطيف عرفنا أنه غادي يرجع للدفاع ويلعب على الكرة المرتدة، هادشي اللي عرفناه. جاونا كما قلت لك فرص كثيره ما ترجمناهمش، هذه كره القدم. تنتمنى اننا نخرجوا من هذا الاقصاء ان شاء الله باسرع ما يمكن، ونكملوا في باقي المنافسات ان شاء الله ونحققوا في نتيجه ايجابيه ان شاء الله. رساله للجمهور حتى تطوي هذه الصفحه ديال دوري ابطال افريقيا، والتركيز يكون ان شاء الله على المسابقات المحليه وان شاء الله الموسم القادم في دوري ابطال افريقيا. والجماهير الوداديه يعني اول حاجه تثيق في اللاعبين، لان صراحه اللاعبين تيتشكروا على هذه القتاليه اللي قدموا، رغم اننا ما سجلناش ولكن وصلنا للمرمى يعني اكثر من مناسبه. الشيء اللي ما ترجمش في المقابله هما الاهداف، هذه هي كره القدم. نتمنى وكما قلت لك نداركوا هذا الاقصاء هذا ونكملوا في باقي المنافسات ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق للوداد مستقبلا. شكرا لك. اذا سنكون بعد قليل مع رشيد الطاوسي مدرب فريق وفاق الصيف. رشيد الطاوسي الف مبروك الفوز، الف مبروك التاهل من الدار البيضاء. اكيد المباراه لم تكن سهله، مدرب مغربي يقصي فريق مغربي من ربع النهائي، كيف هي الاجواء وربما رايك بعد هذا الفوز الذي كان صعبا والحفاظ على الفوز في مباراه الذهاب؟ فاكيد بانه اعتز بمغربيتي، وانا دائما حينما احل الدار البيضاء احس بانني يعني دائما اعتز بهذا الجمهور الغفير اللي دائما تيكون سند الفرق ديالو. اظن بانه هذا شيء جد مهم، وتيظهر لي بانه الجمهور البيضاوي بصفه خاصه جمهور ذواق، ملي كتكون كتجي وكتعرف كيفاش يعني تنظم الفريق ديالك وتلعب على المقاومات ديالو وتفوز في الربع النهائي على فريق الوداد ماشي سهل. هذا كيبين بانه الحمد لله انا الان امثل الاطر المغاربه وخارج الجزائر، وهذا شيء مهم وخصوصا في بلدي باش نبين لهم بان الاطر المغربيه راه في واحد المستوى عالي، خص غير يعني تعطاها الامكانيات اللازمه
تقريبا ب 90% اللي لعبنا فيها في الصيف وكنا في السبق لان الشوط الاول انتصرنا فيه كان خصنا نحافظوا ولكن في نفس الوقت خصنا نقلبوا باش نسجلوا في اي لحظه من اللحظات. اظن بان اللاعب جابو يعد لاعب محوري في المنظومه ولكن ما كنعطيش الدور ديالو الدفاعي فاظن بانه هنا فين كيجعلني باش كنغير كل مره من طريقه اللاعب. بدينا ب 4-3-3 من بعد شفت بانه في الاظهره ولاو خاطرين علينا فضريت باش يعني نرجعها ل 4-4-2 ويكونوا دوك الاربعه يسدوا يلعبوا يعني كوم بيستون باش يسدوا لوسط الميدان باش وخصوصا الاجنحه اللي كتطلع مع الظهيرين لا نصير ولا وخلينا مهاجم ورا جابوا يعني 4-4-1-1 يعني جابوا بقى في دمي اكيد بانه فريق الوداد بداو يمتلك لاعبين في المستوى والخطوره احنا غادا كتزاد ولكن انا غادي وكندير التدبير ديال المباراه ما يسمى بكوتشينغ وكنحاول نسد لهم الفراغات اللي هذا وفي نفس الوقت رغمت عليهم باش يلعبوا كره طويله وانا نربح الكره الثانيه وهذا الشيء اللي في الاخير كما شفتوا بانه 4-6 مع لاعبين اسرع اللي كيقدروا يديروا وسط الميدان ويمشيوا للهجوم والكره الطويله ولينا كناخذوها بالراس الكره الثانيه ربحناها وهذا هو السيناريو اللي بغيت ندير حتى للاخير والحمد لله نجحت فيه. رشيد طوسي الف مبروك نتمنوا لك ان شاء الله مسيره موفقه في هذه البطوله. كان عموتا اول مدرب مغربي فاز بدوري ابطال افريقيا ان شاء الله رشيد طوسي يحقق ان شاء الله يحقق الانجاز. شكرا لك تفضل زميلي احمد عوده اليك في الاستوديو بعد هذه التصريحات وردود الافعال السريعه بعد نهايه المباراه وتاهل وفاق سطيف للمربع الذهبي مسابقه دوري ابطال افريقيا. زميل ياسين معراش نشكرك شكرا جزيلا على هذه الاطلاله وردود الافعال بعد هذه المباراه. كابتن عبد الكريم تعقيبك على كلام رشيد الطوسي ولكن يعني سؤال خاص اين الشكل الهجومي لفريق وفاق سطيف في الشوط الثاني؟ لم نجد هجمه حقيقيه على مرمى الوداد رغم الاداء الدفاعي رغم تالق الكبير لحارس مرمى فريق وفاق سطيف. شوف في كره القدم بصفه عامه والمستوى العالي وابجديات التكتيك لما تهاجم اكيد تغامر ونشوفه يعني السكتيوي استعمل كل العناصر او مقومات اللي تخليه يفرض النسق تاعو ويضغط في الامام. اكثر من 35 عرضيه كانت يعني في المنطقه الاخيره 30 يعني متر 30 متر الاخر مما يبين انه هذا الفريق وصل عده مرات. اكثر من 10 حالات اللي كانت واضحه داخل البوكس كانت عند فريق الوداد. اكثر من 5 حالات اللي قادره كانت تكون داخل الهدف بالنسبه لفريق الوداد. عموما في المقابل لما تدافع لازم لك حارس على مستوى عالي وهو اليوم متواجد. اوكي امر ثاني لما تكون ما تكونش النجاعه والتوفيق الهجومي عند المنافس اكيد يعني تخرج باقل الاضرار. والامر الثالث المهم في مرحلة أزمنة لو نشوف المنظومة الدفاعية حتى في الهجمات المرتدة وفاق سطيف كانت قادر يعني كان قادر لو تريث نوعا ما وكانت الاختيارات المناسبة بالنسبة لبوغلمونة حتى الجابو. عموما أنا نقول النتيجة هي اللي تهم والتاريخ يحكم على النتيجة صح. ولكن في المقابل المردود تاع الوفاق هجوميا اليوم ما كانش في المستوى صراحة صح. امر ثاني الاخطاء اللي كانت من الجانب الدفاعي يعني لا تعد ولا تحصى. الامر الثالث نقول انا اذا الوفاق اليوم ما خسرش انا هذا تقدر يكون مباراة في 50 مباراة تقدر تصير هكذا ولكن في المقابل اتصور لو كل اللقطات اللي كانت داخل وسلكها زغبة وما كانش توفيق من المهاجمين دخلت تمام. عموما انا نتكلم بالضمير ما نتكلمش بالقلب ولكن فرحان كثير للعبور للوفاق وتأهل الوفاق ولكن قول هارد لك والسكتيوي من هذا المنبر وصل يحول طريقة لعب ونهج لعب تاع فريق اللي كان متعود يلعب بالهجوم المضاد والهجوم السريع مع عموتة وبعدين مع البنزرتي مع فوزي يلعب تقريبا 20-30 دقيقة يسجل هدفين. اليوم لعب بحجم يعني كبير في المقابل اكيد لو الوفاق خرج ولعب نوعا ما متقدم وضغط للامام بالك ما كانش يظهر هذا التفوق اللي شفناه طيله 90 دقيقه. طيب لولا زغبه ماذا كانت تكون النتيجه؟ كان ممكن على الاقل فريق الوداد البيضاوي يخرج قلوب هدفين لصفر لان في بعض الحالات خاصه
كان هناك تصديات اكثر من رائعه بطبيعه الحال، تصديات اسطوريه اليوم من حارس مرمى فوق ستيف زون. بطبيعه الحال اتكلم عن التصديات التي كانت فعلا حاسمه، يعني كانت هناك صراحه بعض التسديدات بعض التصديات لكن دائما في اتجاه الحارس، يعني مثلا هذه تقريبا تكون سهله على الحارس ليست صعبه، لكن خاصه التسديده التي كان جيبور في 6 أمتار وتصدى لها تقريبا تصدى لها الحارس زغبة، واعتقد ممكن ليست هذه، كانت هناك يعني فرصة صراحة هدف محقق، لكن ردة الفعل نسبة التصدي 100% وهدف ال10 دقائق الاولى 100% ولا خطأ لحارس المرمى بطبيعة الحال، نجم يعني المباراة بلا منافس بطبيعة الحال. وهو ما نساوش كذلك عمق دفاع، يعني نتكلم عن بدران وكذلك هنا مثلا كانت هناك فرصة من الصعب يعني ان اي حارس يتصدى لها صراحه، وتصدى لها لاعب زغبة، خلت ان وفاق سطيف دائما يامن بنتيجه ايجابيه وهو يعني تاهله لهذا الدور. اعتقد وفاق سطيف من ناحيه الدفاعيه هذه يعني تقريبا هذه حدث حقيقي، وفي هناك ردة فعل صراحه توفق فيها اللاعب زغبة، شفنا كيف تصدى يعني لها بخلال يده اليسرى. على العموم اقول بان تألق زغبة وعدم توفيق مهاجمي فريق الوداد خاصة اللاعب جبور هما اللي خلاو أنه وفاق سطيف يمر، لأن يعني حتى على المستوى الدفاعي حتى أن مدرب ممكن كانت لديه أفكار لكن أفكاره لم تنجح، بدليل أن يعني هذا الكم الهائل من الفرص معناته أن المنافس نجح وفكك دفاع الخصم ووصل إلى المرمى، وهذه كانت حقيقة وشاهدناها مع الكابتن بيرا، وهذه هي كرة القدم الأوفر يعني للوداد في المناسبات، هناك استحقاقات مهمة. طيب السكتيوي يسأل اليوم عن هذا الخروج؟ لا أنا في رأيي الشخصي لا يسأل، لأن هنا قبل كل شيء نعلم بأن جبور لم يلعب في مباراة الذهاب، وعدم موافقته على أنه يشارك في المباراة كانت بسبب أنه لم يستلم مستحقاته، وهذا ليس بسبب المدرب، مدرب يأخذ الفريق لم يقوم بالانتدابات وخذها في وقت اعتقد بانه كان وقت حرج بحكم ان فوزي البنزرتي لما تلقى يعني طلب للاتحاد التونسي من اجل ان يدرب المنتخب، وبالتالي اعتقد بان التوقيت لم يقوم بالانتدابات. لاعب المدرب سكيتيوي يعني نعرفوه في المغرب بانه لاعب يعني دائما ما يحاول التركيز او العمل او اسلوب فريقه يكون على الهجمه المركزه، ليس بالمدرب الذي يلعب باسلوب دفاعي كتله منخفضه ومرتدد، هذا معروف عن المدرب سكيتيوي، يبغي له وقت، واعتقد بان مباراه اليوم والشوط الثاني كانت واضحه وكانت ناجحه، اللهم الفاعليه غابت وبالتالي يخرج الوداد من هذا. يعني سكيتيوي مدرب قدم المردود الطيب في هذه المباراه، ولكن عدم التوفيق وتالق حارس مرمى وفريق وفاق سطيف زغبة هو السبب الرئيسي في تاهل فريق وفاق سطيف الذي نبارك له الوصول الى الدور نصف النهائي. لكن امر غريب كابتن عبد الكريم، يعني كل اصحاب المركز الثاني هم من تاهلوا اليوم، الترجي تاهل على حساب النجم، وفريق اوغستو تاهل على حساب مازيمبي، وفاق سطيف تاهل على حساب الوداد، التفوق للمركز الثاني، غدا يبقى الاهلي وحوريه واللي لعبوا خارج ارضهم كذلك يعني كله. يعني التفوق يعني تفسيرك لهذه النقطه تفوق اصحاب المراكز الثانيه اليوم صار لما تستقبل فريق خاصه فريق منظم دفاعيا التعب الذهني، لانه لما انت اللي دير اللعب وتضغط ما راهوش من السهل التركيز يكون 100% وتوفيق كذلك. لو نشوفوا حنايا تيبي مازومبي من غير هدف ضيع ركلتين جزاء توفيق واهدر عدد كبير من الاهداف، كما الوداد نفس الشيء اهدر عدد كبير من الاهداف مقارنه مع ترجي. لا ترجي كانت مباراه تصفيه، انتظر المنافس في بعض من الاحيان ما حبش يخرج للامام، ولكن اعرف كيفاش يستغل الهفوه اللي كانت موجوده في حاله الهدف، سجل هدف وكسب. في بعض من الاحيان لازم تعرف كيفاش تكسب المباراه نتاعك. عموما انا نقول الدور النصف النهائي مع تاهل ان شاء الله هنا فريق الاهلي غدا ان شاء الله امر الله، وانا نقول بلي انا نتنبا حتى وما راهوش من العادات نتاعي انه نتكلم على المستقبل، ولكن عموما راح يكون نهائي ان شاء الله عربي، وهذا راح يخلينا نتمتع اكثر
بالإثارة وباللعب الجميل كذلك إن شاء الله. وهذا ما نتمنى أن يكون نهائي هذه البطولة عربي خالص والبطولة بأمر الله عربية خالصة. نذكركم مشاهدينا بنتائج مباريات اليوم في دوري أبطال إفريقيا، مباريات الإياب لدور الثمانية الدور ربع النهائي. مازيمبي يتعادل في ميداني مع فريق بوريميو دي أوغوستو أنونغولي 1-1 ويودع البطولة مازيمبي ويتأهل دي أوغوستو، مفاجأة من العيار الثقيل. النجم الساحلي التونسي يخسر في ميداني أمام الترجي بهدف دون مقابل، والترجي كان فائز سابقا في رادس بهدفين مقابل هدف، ويتأهل الترجي ويودع النجم البطولة. الوداد اليوم يتعادل سلبيا في ميداني أمام وفاق الصيف الجزائري، وكان وفاق الصيف متقدم وفائز في مباراته في الجزائر بهدف دون مقابل. أما الغد الأهلي وحورية كونكري، المباراة باستاد السلام بالقاهرة، والمباراة ستكون عند الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة على HD1. في الختام مرة أخرى نبارك لجماهير وفاق الصيف التأهل إلى الدور نصف النهائي، وبالتوفيق للوداد الذي قدم